إنه السياف الأشهر في السعودية عبد الله بن سعيد البيشي، منفذ حد القتل والتعزير، من يمتلك سيفا في حده الحد بين الجد واللاعب. لا مجال لمفاوضته بعد إيناع الرؤوس، وعندما تحين ساعة قطافها فهو الجدير بقطفها. أنا بدأت أنا في المجال العمل ذا بعد وفاة الوالد تقريبا أسبوع أو بعشر أيام تقريبا عام 1412. نعم، وقتها كان عندي يعني تفاجأت من الجهة المختصة في المجال الشيء ذا، أنهم بيلغوني على أساس أن عندي مهمة تنفيذ. فالحمد لله وقتها ما كان عندي طبعا سيوف ولا إلى آخره، لكن أسرت بالسيوف حقت والدي عليه رحمة الله ونفذت فيه. وكان أول مهمة لي في 3 أشخاص. 100 رأس ونيف جزتها سيوف أبي بدر أكبر أبنائه، والذي بدوره يتدرب على ذات المهنة. ورث المهنة عن أبيه سعيد البيشي، ويذكر أنه حضر معه حد القصاص وهو صغير في أحد الجنات في مكة المكرمة، فكان ذلك المشهد كما يروي أبو بدر المفصل في حياته. كنت في المدرسة وكان عنده قصاص بالذكرة في مكة المكرمة، كان في البارحة قدام باب الملك عبد العزيز قبل ما طبعا يصير فيه تطورات في الحرم، كان قصاص هناك. فحضرنا معه وانا صغير، فاول ما طرف بالي القصاص ما القصاص الجهاز الهضمي، قلت ابغى اشوف الجهاز الهضمي. كان في وقتها مدرس متحن على الجهاز الهضمي، يقول ابغاك تشرحوا لي على الجهاز الهضمي ما ادري وش. قلنا طيب، قلنا خلاص والله ونجي. بس اول ما قص الوالد بس ملقوف على طول انا اللي هو انا، وجري على ابغى اشوف الجهاز الهضمي. شفت راس الرجال طايح لحاله، محل الرقبه صار زي البير نزل. فخلاص انا ما عاد ادري عن نفسي، ما صحيت الا وانا في السياره بعد ما رجعت. جاء في الليل ابغى انام افتح الله ما قدرت، كوابيس مره. بعدها خلاص الحمد لله استمرينا وتعودنا والحمد لله. يحتفظ في ذاكرته بالكثير من المواقف، من الطبيعي ان تكون مؤثره، لكن الملفت في بعض منها انه فكاهي. ينكر ان للسياف قلبا قاسيا، فهو يعتبر نفسه من ارحم الناس قلوبا، وكل ما يناله من قصص مختلقة هي بسبب الشائعات التي تناله من أحاديث الناس وأقاويلهم. نبدأ بالسلطان، طبعا هذا السلطان أنا بدأت فيه، بالنسبة يعتبر أقدم سيوف بالنسبة لي في عملي من يوم بدأت فيه، يعني والله قديم جدا. هو جوهر، كل السيوف اللي موجودة عندي جوهر. جوهر هو جوهر، هو أقو سيوف التنفيذ الحد. يعني أول شيء ما يأثر فيها كثرة أو قلة والأشخاص اللي نفذ فيهم. ثاني حاجة حديده قوي، يعني ما هو من اللي يتكسر أو إلى آخره. وهذا برضو نفس الشيء، برضو جوهر. وكل سيف طبعا لها اختلاف لأداء المهمة. في عندنا السيف او بالاصح القرده، في بعضها نفذ بها تنفيذ سحب او هزع. عمليه الهزع هذا طبعا يختلف عن السحب. السحب يبدا بكذا، بعكس الوضع السحب. نعم. الاحكام الشرعيه في القصاص او في حد او في حدود من حدود الله اللي هو القتل تتم بالسيف، لا شنق ولا رمي برصاص. كان قديما يطبق الرمي برصاص ويعطى الولي بتنفيذ هذا الامر، ولكن خوفا من الظلم والجور امتهنت المملكه العربيه السعوديه تنفيذ حدود الله عن طريق السيف. السياف عبد الله البيشي كان مفترض ان يكون معنا من بدايه الحلقه، سينضم لنا ان شاء الله بعد قليل، ولكن ما اخره عن انضمامه لنا في بدايه الحلقه هو تنفيذه لاحد الحدود القصاص. يعني هو قادم من العمل للتو، سينضم لنا بعد قليل. هناك اكثر من سياف في المملكه، ولكن لا توجد احصائيات دقيقه تبين كم العدد، لكن ربما يكونون يعني الاحصائيات اللي حصلنا عليها يعني اثناء تحضير الحلقه كان 6 سيافين في المملكه الى حد الان، ربما يزيدون قليلا، ليس هناك احصاء دقيق. وهم في مناطق متعدده كذلك، واحيانا يطلب عم عبد الله البيشي ان يذهب الى منطقه لاقامه الحد، فحنتحدث معاه على ذلك، وسنتحدث ايضا على الشباب اللي قام بتدريبهم. عم عبد الله، هل انت ايضا تنفذ قطع اليد ولا تكتفي بس بقطع الرؤوس؟ هل هناك تخصصات؟ نعم 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 نعم
نعم نفذ قطع اليد بالنسبة للحرامي وننفذ قطع الرجل خلف وخلاف. نعم. كما ذكر في القرآن. نعم. الكريم. طبعا نعم. عبد الله لما يتم إقامة الحد بقطع الأطراف تقوموا بتخدير الشخص المحكوم عليه ولا كمان زي ما بقطع الرأس لا يتم تخديره؟ عملية لا بالنسبة لعملية اليد أو عملية الخلف الخلاف لليد ورجل يتم تخدير موقعي بس محل التنفيذ ولكن أكيد أن من يقام عليه الحد بقطع رأسه لا يتم تخديره صحيح؟ لا ما يتم تخديره أبدا طيب أبو بدر الحين يعني تذكر أول مرة يعني نفذت فيها الحد تذكر القصة ذاك اليوم؟ والله أتذكر إلى الآن نعم طيب أعطنا السالفة تفاجأت أنا نعم أنا تفاجأت بالطلب الجهة المختصة لي على أساس أن أنفذ حد من حدود الله وتفاجأت طبعا فقال عندك قصاص قلت ما في مشكلة أخذت السيف الموجود عندي اللي هو تابع للوالد عليه رحمة الله نعم كم كان عمرك في الساحة وحين ذا كان عمري والله راجل يعني رجال يعني ماني ما شاء الله أنت رجال في كل الأعمار ما فيها خلاف بس كم كان عمرك تحديدا أنا والله ماني فاكر بالضبط كان عمري أعتقد يا 35 أو 32 تقريبا يعني أنا بدأت عام 1412 نعم المهم نعم كيف كانت هذه التجربة خصوصا أول مرة يعني كيف كانت مشاعرك والله مشاعري لازم أي شخص يبدأ في عمل جديد عليه لازم يجيه نوع ما قلق وخوف أن الشخص يفشل في المهمة نعم طبعا عبد الله إيش كان أصعب تنفيذ الحكم بقطع الرأس وهل نفذت الحكم لأحد كان يعني على معرفة سابقة بك اي نعم كثير ناس نفذنا فيهم كانوا أصدقاء لنا ولكن من جنى على نفسه نعم طيب في اتصال في أحد المتصلين أبو عبد الله صح من الرياض تحديدا أو محمد من الرياض سأل يعني عندما تنفذ الحد أنت بالرجال وبالنساء النساء تحديدا يعني أول هل تنفذ الحد فيهم وثانيا هل هناك في مشاعر رأفة تختلف عن الرجل مثلا عندما تتعامل مع سيدة أو تنفذ الحكم في سيدة ما في التنفيذ واحد لكن سبب الاختلاف أحيانا أن الشخص اللي ينفذ فيه ما يقدر أحيانا أن يتمكن من أعصابه لجلوسه أو استقامته للمهمة نعم طيب بالنسبة للمرأة هل هناك يعني مشاعر رحمة أو رأفة أكثر من الرجل يعني أنت داخلك صحيح أنك تنفذ لكن أنت مشاعرك الداخلية ما أعطي أنا لو أعطي شفقة أو رحمة للشخص اللي نفذ فيه حيتعب أنه إذا رحم القلب أهملت اليد نعم أنه إذا ينفذ في أكثر من ثلاثة أشخاص أو أربعة هل تتأثر والسؤال الثاني يمكن أطرحه هل تحتاج إلى مدة بين تنفيذ وبعدين إيقاف التنفيذ مثلا أنه ما هناك حد تقوم بتنفيذه وطول مدة لتنفيذ حد آخر هل تتأثر أو لا لا نشكر الله ونحمده هذه ما فيها أي شيء وسواء كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة الحمد لله ما في أي شيء طبيعي جدا أن العمل واحد والتنفيذ واحد طالما أن الشخص في حالة استقامة نعم طالما أن الشخص في استقامة جدا جدا يسهل علينا تنفيذ المهمة عم عبد الله سمعنا عن في يوم من الأيام كنت تقيم الحد على 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 بعض الأشخاص وانكسر السيف هل هذا صحيح تحكي لنا هذه القصة إذا ممكن اللي ما في إلا بس المقبض اللي أنفك وليس السيف بس المقبض السيف نعم طب أبو بدر أنت هل تحضر بدر أو أحد إخوان بدر لأن يكون يعني يقوم بنفس المهنة مستقبلا خصوصا نركت ورثتها من والدك نعم الآن الحمد لله بدر الآن على وشك أنه يتم تعيينه بالرياض إن شاء الله